السلام عليكم الاخوان، فمرحبا بكم في فيديو جديد. فكتواجدوا كما العاده بسوق قرعه، فانتم كما كتلاحظوا الاجواء ديال السوق، فندير لكم واحد الدويره نقربكم جميع الاثمنه اللي داخل السوق. ومرحبا بالجميع الاخوان. بالنسبه للاخوان اللي ما كتاحش لهم فرصه انهم يجيو للسوق، عيشوا معنا الاجواء. ومرحبا بالجميع. كروبيون كاين هاد الطياره هذا اللي هنايا، وكاين هاد الطياره هذا هنا. حمدي اسمع هنايا شحال كيبقى الواحد؟ اخويا الطير هذا 500 درهم. اها وهذا اللي هنايا بالضبط؟ هذا اخويا كوبلا. اه النتوى راه باقا كاين النتوى ديالو؟ اه هذيك الشقه ديالو 500 درهم. كوبل ياك. اه وكاين هنايا طورطوريل. هنا حمدي طورطوريل اخويا 200 درهم بياس. 200 درهم هنا كيبقاو البياسة. كاين الكالوبسات صاروا كيف اخويا هادو 200 200 الايزابيل. ايزابيل 200. هذا 250. 200 و 250 وفاس بلون. فاس بلون كيبقى 300 درهم. كندوزو للهوغو. كاين بياسة ديال الهوغو اخويا شي حاجة اللهم بارك. بياسة زوينة الله يبارك. هما كيما كتلاحظوا كاين 150 درهم كوبل وكاين 200 درهم. كاين هنا الكوبلات 150 كوبل وكاين 200 ياك. بالنسبة لنا كاين 150 وكاين 200 درهم الكوبل. نعم. اه اللهم صل على النبي. كاين هنا بالنسبة للمولينا. المولينا خويا هذيك عين حمراء. كوبلات ياك. كوبلات بالنسبة للمولينا. هادي حمدي الثمن 4500. 4500 درهم كيفاش؟ الاناناس كامل بغا مرحبا. تايا كاينه الكوبلة ديال الاناناس. شوي داخل الصنادق. انا بغيت نكرفسهم دابا غادي يبيضوا. هذوك ان شاء الله تشوفهم في المحل. وكاين هنا كالوبسات. بالنسبة للكالوبسات. كالوبسات اخويا 150 درهم هذوك الحباشي. نورمال 150. كاين شي كورة فاس بلون تما 300 درهم بياسة. فاس بلون هذوك يبقاو 300. هذا هو اللي هنايا. بالنسبة للبيروش هنا؟ البيروش هذو كاين 30 درهم وكيخسر. كاين 30 وكيخسر. الريمبو 30 درهم. كيبقاو 30 درهم ياك. ندوزو هنايا الروزيلا. بالنسبة للعصات اوم لي كولور. هنايا كوبلا ياك. هادي كوبلا. هادي حمدي شحال كتبقى؟ 2800. 2800. وهذا اللي هنايا؟ هذاك تغير بقى. شحال كيبقى؟ 1500 واش ديال الخدمة هادو ياك؟ كيبقى 1500. كاين الكاكاريكي. بالنسبة للكاكاريكي؟ هادوك اخويا كوبل ب 650 كاين 600. كوبل ما بين 600 و 650 ياك. بالنسبة لهذه اللي هنايا؟ هادي كوبل. كوبل هادي شحال كتبقى؟ 500 درهم. 500 درهم هنايا كوبل كما كتلاحظوا. نتيوا فين نتوا بكر؟ نتوايا الصفرا. والطير هو هذا اللي هنايا. هاي هذه كما لاحظنا كوبلا كتبقى 500. كاين هنايا هنا الكنار. كنار. وكاين تما واحد السنابه ديال الجامون جولد. جامون جولد نتيوا. هذاك الجامون جولد شحال حمدي؟ 200 درهم. 200 درهم والكنار؟ هذا الكنار 100 درهم. كنار 100 والموانو؟ موانو 30 درهم. موانو كيبقى 30 درهم. ندوزو هنا الليزانس. كاين بياسة هنا 200 درهم هنايا. كاين الكرة وكاين التاوي ياك. هما كيما كتلاحظوا هنا 200 درهم كيبقاو البياسة. ندوزو هنايا البادا. البادا خويا 70 درهم بياسة. البادا كتبقى 70 درهم. هادو شنبرات ياك شحال عندهم تقريبا هادو في العمر؟ هادو خويا عندهم شي 4 شهور شهرين. ما بين 6 شهور 4 شهور. هما كيما كتلاحظوا. ندوزو دوك العشاش. كاين هادو بالنسبة للعشاش شمر كاين عند حمدي. هادي ديال المزار ياك؟ المزار ديال العود. باقي مقيد. هادي شحال كتبقى حمدي؟ هادي 20 درهم. هادي 20 درهم. 15 درهم. هادي 15. هادي ما فيهاش المزار. شايف المزار. كتبقى تاهي 15 درهم فيها المزيار. بالنسبة لليزانس ولا بيروش والثانية؟ الثانية 20 درهم. هادي كتبقى 20 درهم. القفوزة ماشي. تما البيع بالنسبة للقفوزة اللي بغاهم. 80 درهم لواحد. هادو كيبقاو 80 لواحد ياك. وهادو هنا ديال السيباري.
سيباراسيون 120 هذا ثاني 100 هذا كيبقى 200 درهم بالنسبة خويا حمد النميرة اللي بغيت تواصل معاك 06 76 77 77 34 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
هنايا كيبقاو 180 درهم بياسة بالجملة، كاينة بياسة ألبينو تمايا 400 درهم، هانتوما كيما كتلاحظو، بياسة زوينة الله مبارك، العشاق صحاب الدريساج ونولعوكم الإخوان، كاين هنا البايد إيزابيل فاس بلون، لوينات مختلفين. هادي سنتيو ياك؟ سنتيو ها هي راه مولفة، بالنسبة لي كاينة بياسة واحدة أخرى بحالها ياك؟ كاين الدكار ديالها. الدكار ديالها؟ تا هو بحال هكا الشكل ديالو مولف تا هو، هادي كتبقى كوبل ياك؟ كوبل. وبالنسبة للثمن ديالها شحال؟ 400 درهم. 400 درهم، والباك اللي فيهم واش من عام؟ هادي من باك ياك؟ من باك. هاي بالنسبة لنتيو هي هادي. شوية هادي ياك اللي هنايا، والدكار هو هذا اللي هنا. الدكار اس. اسبانيا تذكر باقي اسبانيا 2020 ياك هو التكير هو هذا التكير هو هذا اللي هنايا هاي بالنسبه للكوبل هاي خويا الشكانة كاين القصة هذو هنايا هنايا جويجات ولا هنا كلشي نتاوي ياك واجدة ديال الخدمة هنا شحال كيبقاو الثمن البياسة 100 درهم 100 درهم كيبقاو الثمن البياسة كلشي واجد هادو راه واجدين الخدمة خلي الميرا على باش واحد 06 77 57 92 47 ياك فالنسبه راه في السباته اللي بغا الدراري شي واحد شي تيوات يتواصل معاه حاجه مرحبا الله يسخلي خويا خويا العشاق فوزه كاين هادو اللي هنايا 175 درهم كيبقى لواحد هانتوما كيما كتلاحظوا بقاو 175 درهم فيهم بلاطو ديالهم هنايا بالسرير فيهم هنا الجوكالات الشرابه ديالهم وكلشي كيجي فيهم الباب هنا في الجنب هما الاخوان عندهم الشبيبان قدام وجوج في الجنب عندهم جوج هنا واحد هنايا وواحد هناك بالنسبه اللي بغا يدير وكاله ايكونوميك ياك كاين هذا هنا وكاين هذا هنا شحال كاين من واحد عبد الله شحال من بياسه 12 كاين 12 بقاو 175 درهم من واحد ياك هما كل واحد كيهضر البيع ديالهم عطاوني في ثلاثه 500 درهم وشحال كيبقى لواحد عبد الله اللي بغى لواحد مثلا البياسه شحال كيبقى؟ واحد ديك الساعه كيجي هذيك الساعه ماشي مشكل قال لكم اللي بغى كاين هاد الاعشاش هادو هنايا كيبقاو 35 ياك 35 درهم غير بالمجيار ديالها تبقى 35 درهم ياك عبد الله فهم اللي بغى شي حاجه من الميرا يتواصل معايا يعطيها ليه ومرحبا بالجميع هادو 12 لواحد العشاش ياك عندو الخبوزه كاين 12 والصندوق التامه 12 اما كما فتح هذا الصندوق التامه ديالو اللي بغى شي حاجه فيهم راه مرحبا الساق في الشرق كاين هنا شنبرات اما اللوينات اللي كاينين بالنسبه هنا شحال كيبقاو الثمن؟ هذه جمله 200 درهم جمله كيبقاو 200 درهم ياك السرة هادي 250 لحد 300 درهم السرة هادي 250 وديتك حلايا 300 باقي عندك شي حاجة في الدار اللي بغاها شي حاجة ديال كروفي إن شاء الله غتكون وغادي يكون عاوتاني كالوبسات كروبي وكاين واحد المشروع عاوتاني ديال كاكيريكي ميباسي شي هو كاكيريكي تاهي راه غدا إن شاء الله ونشوفهم النمرة ديالك اللي بغا شي حاجة 06 18 05 95 فهادي بغا شي حاجة ومرحبا بالجميع المنظرة كاين هنا البيض وكاين البياسات هادو هنا وكاين نورمال بالنسبة للبيض هنا شحال؟ 20 البيضين كيبقاو الثمن 20 درهم هادو هنايا 15 ياك بياسات هنا تما 15 هادو 25 درهم كيبقاو بياسات الموانو موانو كيبقاو 30 درهم بياسة هنايا بالنسبة للألبينو 550 بياسة بالنسبة هنايا بيرو شريف هنا 70 درهم هاد الكاس هنا خير من تيوا هذا شحال الثمن؟ شحال الثمن ديالهم 220 خير خلي الميرة بالنسبة اللي بغا شي حاجة النمرة ديالك اللي بغا شي حاجة 06 07 07 91 72 فأنا خسرت شي حاجة هذا في المنظرة 30 كالوبسيت ومرحبا بالجميع خويا العشاق وليدات الدريساج كاين هنايا ليزانس وكاين كالوبسيت سير شوفوا ليزانس اخويا الوينات اللي كاينين
دوب كالوب سير سير كاينه ملونه فايت كاين 30 250 بالضبط هذا 230 250 بالنسبه لان سيبارام 150 170 250 على الزرق هذا 250 250 هذا 250 هذا 230 هنا اللي بقى 150 200 درهم بحال هاد الصفرين هادو يصير 200 درهم هذا قرار باش تبقاو 200 درهم كلشي شي تصور هاد بالنسبه للنورمال يصير النورمال هذا يبقى 170 درهم 170 درهم هذا 130 درهم هذا يبقى 130 هذا 150 درهم 150 كلشي شاد الصورة لا كلشي شاد الصورة هكا كيسير يا الله هنا بالنسبة اللي بغاش الوليدات راه خلاو النمرة ديال ياسين وما خدام الجامع كاينة بالنسبة لهنا لي باك ياك 4 دراهم كاين ديال لي زانس وكالوبسيت ياك وكاين هاد الشيو هذا 4 دراهم الواحد وكاين الافانتيا افانتيا دي 100 غرام 25 درهم سيتا كوست 100 غرام 25 وهاد لي سوران كاين 200 غرام افانتيا هادي 50 درهم بالنسبه ل 200 غرام هادي كتبقى 8 دراهم بالتشيو ديالها والتشيو ديالها على هاد الشكل 8 دراهم ياسين من هادي خويا 0.7 77 68 12 99 فهادي انا خصك شي حاجه وما خصكش حاجه ونكملوا الجوله ديالنا في السوق وندوزو هنا عند محمد السلام عليكم محمد خدا خويا بخير انا الاخوه اللي عشاق لي موندارا كاين البياسات هادو هنا محمد بالنسبه للموندارا هادو هنا هادو اللي هنا قدام هادو 10 دراهم و 8 كيبقاو 10 دراهم البياسه هادو اللي هنا محمد هادو 20 اللي موراهم هذا الصف كامل ب 20 درهم وهادو اللي هنايا 15 درهم كيبقاو هادوك اللي من لهنا بالجمله وكاين الكناب الاخوان بالنسبه للكناب هنا محمد كناب كاين هنا بياسات ديال الكناب هما كما كتلاحظوا كاين هادو هنايا وكاين هادو هنايا الكناب كيبقاو 70 درهم الموانو موانو 20 درهم كيبقاو بالنسبه للبيروش هادو 30 وهنا 15 درهم كيبقاو الجمله و 30 درهم اللي بغا يعزل محمد خلي خويا النميره ديالك 066 40 56 68 فهمي انا خصك شي حاجه تواصل مع محمد ومرحبا بالجميع تولعوا ليا صحاب ديامون جولد هانتوما كيما كتلاحظوا البياسات هادو هنايا هادو كيبقاو 500 درهم الكوبل كاين هنا الهوبو كاين شنبرات ديال الهوبو مستوى زوين والله ما بالك كاين هنا الموانو الموانو هنا كاين كريس كاين بادا سيبارابل نديرو شي تولي على الاخوان ثم كما كتلاحظوا هنا لي زان سيبارابل كالوبسيت كاين البياسات هادو هنا الاخوان هنا الشنبرات هذا هو
دا خويا اسمو قريع ياك جدر جدير قول لي ديال الكريا تيخدم ميسو عمر باقي يلاه خارج يلاه خارج يلاه كيصفو ليا هذا عندك 21 يوم علاش يخدم ميسو وبالنسبة للثمن شحال كيبقى؟ 1000 درهم النمرة ديالك شحال؟ 06 30 23 04 43 فالنمرة اللي بغا يتواصل معاك الله يسخر لك الساق حنا نولهاكم كاينة الكورة هادو هنايا انتوما كيما قلت لهادو كاين شي واحد هنا يا عمو هذه الحاجه يلا يلا 170 درهم كاين شي واحد هنا يا هنا شحال كيبقى البياسه 40 درهم هنا 40 درهم هاد كير هنا يوز هاد هنا 150 درهم هذا كيبقى كاين كوبلة هنايا واحدة أخرى كاين كوبل هنا دابا شحال كيبقاو كوبل هاد الجوج هادو هادو 250 هادو اللي هنا 250 هادو 250 ولا الشق الزرزور كاين هذا هنا يلا مبارك هذا خويا الطفرة ياك الطفرة هذه كله مرشوش بالبيض راه من التحت ديالو كله مرشوش بالبيض ياك خاضو هذا ضارب ديالو كله مرشوش ضارب شويه في القفيز ياك ضارب شحال تقريبا عنده في القفز شحال عنده تقريبا في القفز ربع شهور شحال كيبقى الثمن ديالو الثمن ديالو 1000 درهم كيبقى تخلي النمرة ديالك 06 39 75 91 94 94 فالنميرة اللي بغا يتواصل معاها مرحبا بالجميع اش بالك يا سي فهد وهادي شي نشوى نتخاطر معاه ندير معاه 2000 درهم ها انت شو قارن هذا وقارن هذا شو العين ديال هادي والعين ديال هذا ياسين نسدي هذا شو المنقار شو المنقار كيف طاح فوق الصير شو راسك يدير احد النشوه بحال قلت شي بحال هذيك ريه فيها الراس شو مقوفل شو بحال المال هي راه نشوه هذا ذكر 200% ها انت شوف 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 ملامح ديال غيبانوا لك هنا كاين الملامح ديال الانوثه هنا كاين الملامح ديال الذكر هذاك الشيء بالعبارات راه من اصعب فرخ في التقلاب هو الوضع حيت ما كاينش كولور ولا شي لعيبه غتميزو سياده وهادي ها هي كتبان مال هادي تاعي شو قداش تبارك الله كرون تاعي هادي تاعي انت هو ياسي شبالك ياسي صافي هو صافي بقاش قادح معاه قبل ما نبقاو نحلفوا بالله وشوف هادي انت هو هادا ياسي اللي في يدك هو راه عارف اش كاين هذيك هذيك غلطه وفيها الاولى ملي شاد ديال سيدي هذيك هو يا سي عطينا خويا الفرق اللي كتميزو انت بين اللي كتعتمد عليهم باش تفرق بين شريط الصياده كار كيخرج كيبلبله المزوره كتبقى قد من المورا اصلا الدكار كيطيح على الدار حيت حنا كنصيدو بالدكور شنو الحجمه باقي شاد شي الدار في يدك ولا ما اوتوماتيك كيسمعو كيتكلم كيخافو لا يحيد ليه الزوجه ديالو كيهبط الدار من الاول غيتشد لك الدكار هو الاول هادي باش كتعرف ان الدكار هو لا داكشي علاش كيشدو الدراري الدكور اكثر من تشاوات ما كيصيدوش على الشبكه صيدو على اللصقه على العياط كما كيقولوا الصياد الصياد فهمتش كيف ينافس الدكار كينافس الدكار غيهبط عنده الدكار ما غينافسش النشوه فهمتش غيبغي يتزاوج معاها علاش علاش بالك في البياسه في جوج كورة في جويجة هادي شي راه نشوف هادي راه نشوف هادي راه نشوف هاي راه بين الفرق هادي راه نشوف راه ساكت الحمصة لوين شي نوية المناقير صغير هذا شبالك هادي نشوف ياك صافي
لا داك اللي كيشوف فيه دابا شوف فين خليتوه. هادي نشوفو ولكن هادي صعيب باش يعرف شي واحد واش نشوفو. هادي اللي من هنا اللي كتعضني هادي باينه شويه الشاع في الراسه، ولكن ملي كتحقق مزيان راه شد شي الراسه في الدكار كيدير. قرب ودنك للسقالك تشوف. دراري راه كيولعونا السيمانه اللي ما كنجيش فيها القريعه كيولعونا الدراري. واحد الحديد حيد ديديكاس خويا زوين راه تباع من عندك واحد حداد من الله شي عندك. شحال الثمن؟ هاني 30 درهم كيبقاو الثمن. كما كتعطونا الثمن كيبقى 30 درهم. قول لكم الاخوان وعيشوا معنا الاجواء ديال الساق ومرحبا بالجميع. اللهم بارك. حسن شنو خويا حسن؟ ولدي عش اخويا ولدي عش ود العام مين؟ ود العام ود العش في باك فيك الثمن شحال؟ 2000 درهم 2000 درهم كيبقى الثمن عاود لنا النمره حسن 06 51 73 94 19 19 فهمت النمره؟ اذا درتي لي فيديو جمال جمال تلكريا وين هايلو لي هادي؟ تلكريا راهي كيفاش؟ هادشي نحلو ليه اللعيبة؟ باقي كيبان لي باقي كيصفي ياك؟ باقي كيصفي شنو يحطو لي؟ صافي في باك فيكس الثمن ديالو هو 2000 اما يصير هذا خويا يوسف اللي بغا يطلع به القرعة ان شاء الله تلكريا راه يخدم الكريا الله يسر خويا حسن خويا العشاق حداد Thank you.
اخوان عند حمزه غنشوفوا راه كاين اليوم الجديد واللي بغى شي حاجه راه عنده راه مرحبا. كيداير خويا حمزه؟ لاباس الحمد لله بخير. هاني قبل ما نبداو بغيت الاخوان كاملين يديو معها خويا حمزه بالشفاء. دار واحد السيده هنايا بحبك اخويا. كاملين معها بالشفاء والله يجيب الشفاء خويا حمزه. النمره ديالك خويا في الاول باش توصل 060 46 88 35. الباج كيف العاده حمزه طيور الزينه ويوتيوب حمزه طيور الزينه. والارسال المملكه المغربيه كامله مع هاد العيون بوجدور حتى طول المسار للمدن بعد ديك الساعه ما يقدرش يصبر فريخا. الكواير ديالك صيفط ليا غير الفلوس يوصلك يوصلك بخير وعلى خير. الماكله ديالو ديك الساعه الا بغيتي شي حاجه تمشي معاه راه غنصيفطها لك. ما كاينش غرام ديال المشكل. بالنسبه لطريقه الارسال راه كنصيفط بالكار راه ما كاينش. راه الناس كيعرفوني محطه ديال ولاد زيان راه نصيفط لك الطواير ديالك يوصل بخير وعلى خير. المهم ما علينا. بالنسبه لليزانس كالوبساج ما كاينش ارسال. كالوبساج اخوتي سونسيبل شويه ما كاينش الارسال. المهم ما علينا غنبداو بالاوبالين ان شاء الله. قياسات ديال 150 140. الاوبالين ها هو اخوتي الاوبالين. ندوزو بياسات ديال 200 الزرق. ها الزرق اللهم بارك. ها انت كاملين دابا 200 اللي غدوزو 200 درهم. ها 200 درهم الزرق. غندوزو البياسات دابا 100. هادشي كامل اللي كنوريك 200 200 هادشي كامل اخويا اللي كنوريك. ها انت اخويا ها انت ها انت هادو 200 درهم. 200 درهم ممكن نفتحو الايفون. صحة جيدة صبغة قوية وصحة جيدة اللهم بارك. ندوزو هنا البياسات ديال 220 انا اخويا الفيشر. انا اخويا نلقى خويا البياسات ديال 300 انا اخويا كريمينو. كريمينو هادشي كامل اللي غنوريكم ان شاء الله 300 درهم. انت اخويا الفيولي محبوب الجماهير. انت اخويا الله كما تلاحظوا. انت اخويا الناس هنا هنايا راه كاينين شي حاجه في الشارع. انت اخويا اللهم بارك. انت اخويا هذا حمزه اللون. هذا حابس يا اخويا. هذا ايزابيل. انت اخويا اللهم بارك. انت اخويا الحوايج ديال الشتا هو اللي فيه اللون بحال الصحاب. بالنسبه للنورمال حمزه بحال كتلقاو هادو نورمال اخويا 180 درهم. 180 ثمن مناسب مصبع 250. بالنسبه للبايك انت اخويا اللهم بارك. كامل الصحة جيدة اللهم بارك. ندوزو اخويا هنايا راه جبت لهم اخويا الكراماج. الناس كيسولوني بزاف على الكراماج. هذه بالنسبه فيها الكرام كيسولوني الناس بزاف. هذه راه فيها غرام. هذه 2 غرام. هذه 5 غرام. وهذه 10 غرام. وهذه راه كتهز السبع يعني ايزاج ميلتيب. هذه كتبقى ب 15 درهم. اللي بغى العاديه راه كتبقى ب 10 درهم. هذه ما فيهاش الكرام. عندنا خويا فريز بالبوله ديالو كيف ما قلنا خويا الياس 30 درهم. كتبقاو 30 كاين اخويا السورينغ 5 دراهم. هذه 5 دراهم. هذه 5 دراهم. كاينه باني 25 درهم. معايرقه 3 دراهم. ريوسه 40 درهم. تيو ميديكا بالنسبه لهاد الكبيره حمزه كبير 70 درهم. هذا ديال الاكولي والكافون. هذا 5 دراهم ميديكال. هذا العادي 2 دراهم. هادو لي جو لي جو ايديكاتيف 25 20 30 هنا 35 هنا خويا الكواري 10 دراهم اخر 15 باك سيرينغ بروفيسيونيل 170 وهذه خويا ديال الفديد 5 دراهم. بالنسبه للسيف اكوس 20 درهم 21 25 درهم. لي باك 100 ريال الواحد. لي باك كيبقاو 5 دراهم الواحد. 5 دراهم الواحد. ومرحبا بالجميع. وكما قلت لكم اي واحد بغى شي حاجه برا كازا مرحبا به. ما يكونش غير طول المسافه. بالنسبه خويا نعاودوا النمره 060 46 88 35. ومرحبا بالجميع. كاين كوب الخدامه ديال الكالوبتات كتبقى ب 600. الكوب الفلاح حمزه شنو هادي وهادي هاد السينامون. وكاين اخويا ثلاثه الكوره هادو جوج بايد واحد هنايا واحد حاباش جوج بايد واحد حاباش 300 درهم الواحد. اي اخويا كيف ما قلنا هنايا كارت فيزا ديال ليك اليوم فيداك راه كتفاليدا باشر
الكاز الاولى موان 5%، الكاز الثانيه موان 10%. هنا كيكون فانون برينون ديالك، هادي حتى هي كتاخذها كوم افونس. كنقايد لك فيها مثلا الا خديتي شي طوير من دريتر كنقايد لك لافونس ديالك. والله يسخر الجميع ومرحبا بالجميع. صافا راه غنشوفو اليوم كاين جديد. واللي بغا شي حاجه مرحبا. كي داخل مصطفى بخير، على النمره ديالك خويا 0712 56 158. فالميره اللي بغا شي حاجه تواصل مع مصطفى مرحبا، واللي بغا يدخل القناه يتولى مرحبا. ابو رميساء اللي طيب ومرحبا بالجمال. بالعربي ياك نبداو خويا مصطفى، نبداو بالحجم الحداد. هذا دار عنده تبارك الله، عنده شي 3 شهور ولكن راه تبارك الله ناقص. هذا شحال كيبقى الثمن ديالو؟ هذا 400 درهم. وبالنسبه للولوال؟ الولوال قديم هذا خويا، الاخر ديالو 250. 250 درهم باش يبقى الولوال. ندوزو كاين الحداد وحدين اخرين. هذا اللي هنا نبدل هذا دابي مدال ياك. وبالنسبه للمدال وهذا مدال، وبالنسبه للاثمنه ديالهم؟ حمورابي. بين قابل تفاوض كل شيء. وديك ساكن ما قلت لي بغا شي حاجه، ما كاينش مشكل. بالنسبه للزرزور مراود هذا الشيء كيبقى بصحاب 400 درهم. وكاين الوطواط مراود تاوج عشاك هذا شحال كيبقى مستواك؟ 800 درهم. باغي يلعب كاين هذا تا هو هنا، هذا تا هو ولد عشاك هذا شحال كيبقى؟ قلنا الحداد راه كاينين تما اللي بغاهم كاينين. الاول تما كاينين كما قلتها. الاول ولا مصطفى شحال كيبقى الناس كيبدا الثمن فيهم؟ 200 250 حتى 400. من 200 حتى 400 درهم ياك. بالنسبه للكروبيو 800 درهم. هذا قلت لي حفاظ تا هو ياك مصطفى؟ هذا كيفاش؟ ماشي كله. داخلين فيه كلام ديال الكروبيو، داخلين فيه حداديات، فيه هنايا فتاة نوار. نوار هذه 250، كتبقى 250 قديم. وبالنسبة هنا للعصفور الهزار. الهزار قلت لك عصفور. بالنسبة للهزار قديم، عنده شي 3 سنين. هذا بصح قال له كلشي، وفيه كلام ويداني زوين. هذا شحال كيبقى؟ 400 درهم كيبقى الثمن ديالو. وكاين كما قلنا المقنين بالنسبه اللي بغا نتيوات ياك 170 درهم نتيوا كتبقى 170. كاين السمنه المغرده لاغريب ميزيسيان، كاين بياسات عاد تبارك الله وبياسات دوك كيخلص الوقت. شحال كيبقاو الثمن مصطفى؟ 400 درهم. ما بين 500. وهادي كتعرف دابا تذكر من نتوا فيها مصطفى؟ كان تكون عنده تحت الجناح ديالو لورون. ونتوا؟ نتوا كتكون سامبل ياك؟ بحال الصفوريه. هذا هو باش كتعرف ما بين الذكر والنتوا. بالنسبه لهنا مصطفى؟ بانسو. بانسو قديم هذا 250. 250 كيبقى البانسو. وكما قلنا اللي بغى شي حاجه يتواصل مع مصطفى ومرحبا بالجامع.